السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجات مهمة جدا جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وزي ما احنا ما متابعين وارجو نكثف دعوتنا زي ما احنا ما متعودين. وفعلا بيجيلي تعليقات كتيرة جدا على الفيديوهات بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، وناس كتيرة جدا متابعة حالتها اول باول، واحنا كمان اي مستجدات في حالة الفنانة دلال عبد العزيز واي تطورات هنعلنها اول باول. دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، رغم ان هم اعلنوا اخر فترة الاطباء ان الفنانة دلال عبد العزيز تعافت من الكورونا وان هي حالتها بدأت تتحسن وتشهد تحسن ملحوظ، طبعا احنا يعني تابعنا الخبر، بس في للأسف الايام اللي فاتت دي إيمي ودنيا بدأوا ينشروا ادعوا الماما، ماما تعبانة، ماما حالتها بتتدهور. طبعا كلنا عارفين ان هي لسه في العناية المركزة وموصلينها باجهزة عشان التنفس، وكمان عشان الرئة حصل فيها تليف وضيق تنفس حاد، وده لازم توضع على الاجهزة لانها ما بتستطيعش ان هي تتنفس مباشرة من غير الاجهزة. وفي انباء تداولت ان الفنانة دلال عبد العزيز اصيبت بالفطر الاسود زي الفنان سمير غانم قبل وفاته. طبعا الكلام ده مش صحيح خالص، لان الفنانة دلال عبد العزيز ما اتصابتش بالفطر الاسود، وكمان التقارير الاطباء بعد وفاة الفنان سمير غانم اثبتت ان الفنان سمير غانم ما ماتش بالفطر الاسود او ما اتصابش قبل وفاته بالفطر الاسود. فدي كانت اشاعة وناس كتيرة جدا تداولتها، بس طبعا الحاجات دي بتقارير الاطباء لما بتظهر، وقالوا كمان ان الوفاة سبب الوفاة الحقيقي مشاكل صحية عادية خالص مش الفطر الاسود. وفي انباء كتيرة جدا بتتداول عن لازم معرفة الفنانة دلال عبد العزيز بخبر وفاة الفنان سمير غانم. في جزء بيقول لازم تعرف من دلوقتي عشان بعد كده الصدمة عليها هتبقى شديدة جدا وهتعمل مشاكل جامدة لو عرفت بعد الوقت اللي احنا فيه ده، او في الوقت اللي احنا فيه ده لازم تعرف. فطبعا ناس كتير بتقول لا ما ينفعش ان هي تعرف، والاطباء كمان قالوا ما ينفعش ان هي تعرف دلوقتي لان حالتها ما تسمحش بكده وممكن يسبب لها اضرار نفسية وجسدية كمان. وممكن حضراتكم تشاركونا بالكومنتات برأيكم، ورغم صعوبة حالتها حاليا الا وان هي بتسأل عن الفنان سمير غانم وبتسأل حالته الصحية عاملة ايه، وبتسأل دايما عليه الطقم المعالج. وطبعا كلنا عارفين ان هي ما تعرفش خبر وفاته، بس عايزة تسأل عن حالته الصحية، واجابة الاطباء عليها ان حالته غير مستقرة وموضوع على اجهزة في العناية المركزة وممنوع الاتصال به. وسوف نوافيكم بكل التفاصيل اول باول عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز. الفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.